45 السابع ماي 2024. الله المؤمنين وقد خفين. السادة ممثلو رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، مناسبة الذكرى 8 ماي 45 لهذا اليوم اللي قرره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كيوم الذاكرة. حقيقة لما نرجع للذاكرة ونقرأ التاريخ الجزائر، الشيء اللي عاشه جيل نوفمبر يختلف على كل الأجيال الأخرى، لأن الاستعمار في الجزائر يختلف أيضا على كل استعمارات عبر العالم، ما هوش أفريقيا فقط، عبر العالم، لأن الاستعمار في الجزائر الهدف نتاعه هو إبادة الشعب الجزائري وتعويضه بشعب أوروبي. والإسلام في الجزائر كان مستعمر أيضا، ثورة نوفمبر جاءت بعد مراحل هذه الإبادة، وإحنا مرتبطين تاريخنا اليوم ولا غدوة نبقى دائما مربوطين بأول نوفمبر تاعنا، مبادئ أول نوفمبر.